المشاهدين اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من قرانيات. ازيك يا اخي مالك؟ اهلا بيك اخت فرحه. انا عايزاك تتامل في الفيديو ده. ايه رايك يا اخي مالك في انا شخصيا الفيديو ده بيفكرني بالاتاري. يعني اخت فرحه، اولا انت لما طلبتي اني نتشارك بمشاهده الفيديو كنت في حاله ترقب عالي، فكان عندك القبضه، عندك التوتر، فكنت شعر اني مقبل على امر الجلل. طبعا، لان الامر الجلل ده انا كنت بعيشه. نعم. ايه رايك بقى في الفيديو ده؟ نعم صحيح، نحن تعلمنا من طفولتنا باني في الجنه والنار في معبر رح نمر من خلاله، ومن نفشل يسقط في النار مخلدا فيها. يعني هو ده الصراط اللي بيقولوا عليه. نعم. المسلمين. ولكن الحقيقة حتى نكون منصفين للتاريخ لازم أن نعترف بأن من صاحب الفكرة الأساسية ومن أين أتت إلى الإسلام. في القرآن نفسه لا توجد أي إشارة إلى فكرة الصراط كمعبر بين الجنة والنار أو معبر باتجاه الجنة. الصراط هذه الفكرة موجودة في الأدب الزردشتي. في عنا الزردشتي ده الفارسي تقصد؟ نعم طبعا. في ديانة فارسية. عنا شيء يسمى تشينافاد. جسر تشينافاد هو جسر، ترجمته بالعربي جسر الناس المحتشدة. في هذا الجسر الناس يوم القيامة تنتظر عليه وتعبر من خلاله، ومن ينجح في العبور ينتقل إلى الجنة. أيوه. ومن يفشل يسقط في النهر أو في النار. لدينا هذه الصورة، يصور هذا الجسر تشينافاد، نلاحظ نفس الفكرة الإسلامية، أن جسر الناس تعبر. ويوجد شخص قاضي على اليسار. وينظر إلى الأعمال الناس، وفي ملاك عم يساعد الأشخاص الذين يمرون. يبدو الناس الصالحين يمرون وغير الصالحين يسقطون في هذا النهر. الصورة هون أوضح قليلا. نلاحظ طبعا نفس التصور الإسلامي بأن الناس عراة هنا. لأنهم بعثوا من قبورهم مجددا، سوف يحاكمون، يدخلون أما الجنة وأما إلى النار. التصور الإسلامي واضح أنه مقتبس حرفيا طبعا مع تطوير من الثقافة أو الديانات الفارسية القديمة. لأن أخت فرحة، الجسر هو كلمة أيضا كمان موجود أصلا، كان كلمة سنسكريتية. كلمة تشينافاد تعني المحتشد أو امرأ يجمع أو يحسب. فنحن أمام حاجز أو جسر يجمع الناس، يحجز الناس ويجري حسابا للناس. التصور هذا أيضا يشابه التصور الإسلامي. في التصور الإسلامي بعض الآراء تقول بأن في الجسر يوجد قناطر أو معابر، الشخص يسأل عن بعض الأعمال. يعني فإذا تمكن من العبور من الباب القنطرة الأولى، مرحلة المرحلة، ثم المرحلة الثانية إلى 7 مراحل، يجتاز ويذهب إلى الجنة. نلاحظ أيضا عند هذه الديانة يوجد 3 قضاة على الجسر يجرون محاكمة. القناطر. نعم. يجرون محاكمة. الشخص اللي يفشل في أحد هؤلاء القضاة يسقط في، بنلاحظ في النار. ومن يجتاز 3 قضاة يسأل عن أسئلة مختلفة. فالتصور الإسلامي مأخوذ حرفيا من تصور زردشتي قديم، ولكن المسلمون طبعا أعطوه نكهة إسلامية بإضافة أشياء أخرى. أنا بشكرك أخي مالك. عزيزي المشاهد، الصراط ما بين الجنة والنار فكرة فارسية ملهاش دعوة يعني لا في القرآن ولا حاجة، حاجة محطوطة في احتمال تكون اتحطت بعدين عشان بس يخوفوكوا من اللي يخرج بره الإسلام أو اللي يحصل أي حاجة. هو ده الصراط اللي بيقولوا عليه، اللي بين الجنة والنار، هو حتى نفسه كلمة غير عربية. الصراط كلمة غير عربية. شكرا جزيلا، شكرا أخي مالك. نشوفكم في حلقة جديدة من قرآنيات.